الشرف ضيافة عامل عمالة القنيطرة. كنشكروه كثيرا على الاستضافة ديالو، التتويج ديالو، الحفل التكريمي اللي خص به المنتخب، أفراد البعثة المنتخب الوطني اللي فاز بالبطولة العربية بمدينة الدمام بالسعودية. هذا ليس بغريب على السيد العامل، لأنه دعب دائما أنه يدير هذا الحفل هذا والتكريم هذا في آخر كل موسم رياضي اللي كيكونوا فيه جميع الرياضيين المتألقين ديال مدينة القنيطرة. مدينة القنيطرة اللي كتبقى واحدة من المدن اللي انجبت العديد من الأبطال، كانوا كرة القدم ولا في رياضات أخرى. دونك هنيئا لكم وهنيئا لمدينة القنيطرة بوليداتكم، هنيئا لمدينة القنيطرة وشكرا لأنها انجبت لنا واحد المدرب من العيار الثقيل اللي هو هشام تكيك. ايضا الاسماء ديال اللاعبين الكبار اللي اليوم كانوا في الخانه ديال اللاعبين الكبار بحال سفيان المصرار، بحال بلال البقالي، واللائحه طويله. دونك هنيئا لكم بهاد الرياضيين، هنيئا لمدينه القنيطره بكم، وهنيئا لبلادنا كلها بهاد الابطال هادو، وشكرا. الله يحفظك. صافي سموطه، شكرا. الله يطول عمرك. الله يحفظك. دير ستوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنحمد الله كنشكرو على التتويج، وكنشكرو صراحه الجامعه الملكيه الوطنيه لكره القدم على راسها السيد فوزي الرجاع. حتى بالمناسبه مرحبه لك، حتى كنهديو الرياضي الاول سيدنا محمد السادس، وكنشكرو على التهنئه ديالو اللي صراحه مصدر فخر بالنسبه لينا. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر الصحابه الزملاء ديالي كاملين على الروح القتاليه ديالو، وكنشكر الكوتش ديالنا السي هشام الكبير اللي صراحه واحد السيد اللي كيخدم بزاف، تيخدم في واحد الظروف اللي ديجا حنا الشعب كيشوفنا غير الارقام والنتائج، ما كيشوفوش القضايا كيفاش كيكون كيخدم. كنشكر جماهير حلاله بويز على حسن الاستقبال، جماهير القنيطره كافه، جماهير المغربيه اللي تفاعلت معنا، السعوديه جماهير كانت مغربيه كتضرب 200 كيلومتر باش تحضر الماتشات ديالنا. كنشكركم حتى نتوما، والحمد لله هادشي اللي كنبغي نشكر عامل صاحب الجلاله محمد السادس على الاقليم مدينه القنيطره على حسن الاستقبال اللي صراحه كل التتويج ما كيبخرش علينا، وكيجي كيفرح بينا، وكي صراحه كيدير لنا احساس استقبال. ومن المنبر كنشكركم حتى نتوما مره اخرى، شكرا جزيلا. شكرا. بلاش صافي هذا التقييم. حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيد العامل على هذا الاستقبال هذا. نعم. الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو، وكنهديو للجامعه الملكيه المغربيه، وكنهديو للسيد الرئيس فوزي الرجاع. كنبغي نشكر اللاعبين والطاقم التقني، وكنبغي نشكر الاخ والاب السي هشام الدقيق على هادشي هذا اللي قدم لينا. نفضل الله عز وجل، كنرجع نفضل ليه، هو اللي صراحه ما بخلش علينا بالتجربه ديالو اللي صراحه انت كتشوف بجيب عامين متابعه كوب من برا في المعصار في السعوديه، راه ما سهلاش. وكنبغيو نشكرو طبيعة الحال الجمهور المغربي اللي ساندنا، وكنبغيو نشكرو الشعب كامل، وكنبغيو نهديو لهاد الكاس هذا. ان شاء الله كنوعدهم بان مازال الخير ان شاء الله. شكرا. صافي السلام عليكم. حنا فرحانين كنشكرو مدينة القنيطرة على هذا الاستقبال اللي الصراحة ماشي جديد علينا. مدينة القنيطرة دايما الصراحة كتستقبلنا في هذا السياق. كنبغيو نشكرو السي العامل ديال مدينة القنيطرة، وهذا الشيء هذا كيزيد حفزنا إن شاء الله باش نزيدو نقدمو واحد المستوى، وإن شاء الله نزيدو نترقبو من المنتخب الوطني داخل الساحة. ها كاجي. ها هو الكريك. فين الكريك؟ السلام عليكم. تعامل معايا شي ديال الميكرو. مرحبا. لحقتي. هتهضري على هاد يسولني؟ لا لا يهضر نطلق على روحها. الاستقبال وعلى التتويج اللي درتو صفة عامة والتتويج. بلا شي تيقول لك هكا. صافي راه خليتها. فوق حبس. أولا كنبغي نشكر العامل ديال الكرة على الاستقبال الحربي، وإن شاء الله نحبوا ونشكروا على هذا الفضل الله عز وجل، فضل السي هشام، فضل الجامعة الملكية، وفضل التقبل ديالنا نطلع
شحال عاد سي درك سي لسا؟ اليوم كنعيشوا حدث تاريخي دابا كما كتعرفوا اصبح تقليد الحمد لله مع السيد العامل مدينه القنيطره عامل سيدي الجلاله على مدينه القنيطره ديما تيحتفل بنا لسبب واحد هو انه اغلبيه ديال العناصر المنتخب الوطني من مدينه القنيطره اضافه الى مدينه القنيطره هذا شرف لهذه المدينه ولكن يمكنني نأكد لكم أن الفوتسال أصبح منتشر في المغرب كله عندنا لاعبين ممتازين من مدن أخرى من مدينة سطات، مدينة أكادير، محمدية، طنجة يعني اليوم الفوتسال منتخب المغربي أصبح ممتاز من العديد من اللاعبين من المدينة وهذا الشيء اللي كنا كنسعوا ليه الشارات الأولى انطلقت هنايا أنا براسي تكونت هنا ولعبت مع فرق كبيرة اليوم الحمد لله تلعبوا على الصعيد العالمي هذه الفخرة أننا نكون التاسعين عالمياً كنظن أن الأصعب هو اللي جاي باش نبقاو في القمة ولماذا نزيدو نكسبو مراتب باش تبقى هذه الفرحة وهذا الحب التي يعطي علينا الجمهور المغربي والمتابعة ديالكم بها وسائل الإعلام. شكرا لك.